داكور. إذا استمروا أهالي دمشق بالتظاهر لفترة طويلة وقدروا يصمدوا، أكيد رح يحصلوا على مطالبهم. معقول؟ يعني هيك كم ولد رح يغلب رأيهم على السلطات الفرنسية وهي قاسي كمان؟ يعني ما حلوة بحقهم؟ إيه والله، يعني مو حلوة بحقهم. يا جماعة يا جماعة، هلأ أنتوا سألتوا والآنسة كمية جاوبتكم، خلص بقى. أبو ميرسي يا فينا نغير الحديث؟ مو تكرم عيونك يا آنسة كمية. إيه أكيد رح نغيره، شو بدكم تسمعونا صبايا؟ اسمعوا رواق. إيه يا ريت. إيه والله يا مزاج، يعني مزاج رواق. يا حبيبي الله، يا حبيبي حلالي زلالي دايم الدوم طالب وصالي. يا سلام. ومن الشباك لرمي لك حالي، 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 ومن الشباك لرمي لك حالي. طارت المظاهرات شوية بعدنا، مو هيك؟ الطول أمين، الطول أيام وشهور وما راح تتوقف إلا إذا تنفذت كل الشروط. أنا معك يا بعدنا، أنا معك، بس خوفي روح تعب الشباب ودم هالشهداء على الفاضي. لا لا، من هالناحية طمن بالك، طمن بالك شيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. السيد حكمت والسيد فرزات أفندي، وأنا بهيج الدالاتي من أعضاء البرلمان السوري يا بعدنا. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا شرفتوا. تفضلوا يا سيادنا، تفضلوا تفضلوا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. أشرقت الأنوار بدونكم. إي والله يا ميت أهلا وسهلا فيكم. تسلم هلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نورين يا شباب، نورين. يا الله. تفضل يا سيدنا. الله يسلم هاليدين يا رب. شوف حياتك. ولو ميت أهلا وسهلا. يا أهلا. إي والله العمر. الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بنشربها بالجلال. أهلا وسهلا. آمين. شرفتوا يا ميت أهلا وسهلا. طب أشرقت أنوار بدونكم. إي والله. يا أهلا. يا ريت خبرتونا من الأول إنكم جايين، لكن فرشنا الطريق كلها تزور وورد ورايحين لك عمان. ما بتقصر ما بتقصر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تسلموا، ما في داعي لهالشيء كله، نحن أولاد بلد وما في بيننا التكاليف. الله يبارك فيك يا. المهم يا إخوان. تفضل. تفضل بهيج أفندي. بصراحة أنا والزملاء السيد حكمة والسيد فرزات أفندي كان عنا اجتماع اليوم بالبرلمان، ولاحظنا من غالبية الأعضاء الرغبة بتهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة المظاهرات اللي ممكن تودي البلد للخراب. وقلنا لحالنا منيجي لعند حضرتك يا أبو عدنان ومنحكي معه كونه كلمتك مسموعة والناس ممكن تسمع منك. حاصله؟ الحاصله يا أبو عدنان، يا ريت تحكي لنا مع الشباب يبطلوا الفوضى. والله ما حذرتوا، ما حذرتوا يا اسيادنا،
ومن آخره أمام. بلغوا كل النواب نفر نفر واحد واحد إن المظاهرات لا يمكن توقف بالشام إلا إذا تنفذت كل الشروط، كل الشروط. ها ماليشا، وين كنتي لهلا؟ ليش تأخرتي؟ ما بتقولي خالتي قاعدة على نار؟ كان عنا شغل مع الست ماري. وشو هالشغل؟ ليش مانك على بعضك؟ ما فيني شي. شح وشك، مو على بعضك انتي، شبكي؟ شو صاير معي؟ شغلة بسيطة خالتي. تعي لهون، شو الشغلة البسيطة؟ قليلي. ما في شي، لا ما عم تصدقيني خالتي، ما في شي. لا بنتي صاير معي شي، قليلي. حدا مضايقك؟ قليلي. والله لو عمك عرف انك جاية بهالوقت ليقيم لقيامة فوق راسي وراسك. عمي؟ ليش عمي سائل علي اصلا؟ يا مال الشام، يا مال الشام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وينك يا ناصر؟ عم انتظرك بفارغ الصبر. يرحم والديك، بس اللي شو قصة القروش اللي ما عم تهدى لا بالليل ولا بالنهار؟ عمي هي اصوات المظاهرات اللي عم تطالب بالافراج عن الاسرى. اول انت شو هالحكي؟ واليوم بلش الاضراب وشل حركة الشام من باب المحرم. ايوه، وفوق كل هالشي الشباب نازلين دك بالفرنساوي ليل نهار. الله يحميهم وياخذ بيدهم. عمي حمزه ببلغك السلام، بيقول لك اذا في عندك اي مقترحات قول. بتبلغه يستمر بالشي اللي عم يساوي، والباقي يا رب العالمين. مشي، الله معك. يعني انتم مصرين انه يكون في مظاهرات بالبلد؟ اه بكل اسف يا جناب الحاكم العسكري، في اصرار على مواصله المظاهرات من كافه شرائح المجتمع الدمشقي. بصراحة يا حضرة الحاكم العسكري، تمت لقاءاتنا بكثير من الشخصيات الدمشقية والفعالة للمجتمع، بس مصرين على المظاهرات حتى تحقيق الأهداف. تحقيق أهداف. أنا اللي بعرفه مسيو أنه أنتو ديبيتي أعضاء برلمان سوري، أنتو ممكن تحكوا عن شعب. بهالحالة يا جناب الحاكم، نحن يختصر دورنا عند رغبة الشعب. أنا بقترح لو تناقش هالموضوع مع فخامة الرئيس الشكري بيك القوتلي، يمكن يكون عنده شي طريقة تهدي هالأوضاع. ستين بنيدة بنيدة. باس موا شكري بيك لو بالي بريزيدنسيال. Monsieur le Président, c'est le gouverneur militaire. Messieurs, أنتو بتعرفوا حالة الفوضى في البلاد. وهي الفوضى طبعاً ستؤثر على المفاوضات بين فرنسا وسوريا. آه وي مسيو وي. كما تقول يا سيدي. بس يعني لا يمكن يكون في مفاوضات وهناك فوضى في الشارع. كم فولي كما تريد سيدي. ميرسي ميرسي مسيو البريزيدان، ميرسي ميرسي. طمنا يا جناب الحاكم العسكري، شو كان رأي شكري بيك؟ رأي شكري بيك؟ شكري بيك بده يحل الموضوع على طريقته، على طريقته الخاصة. وينك يا حمزة يا خالتي؟ وينك؟
كنت عم تستناني ورا الباب سيدي؟ أنا كنت طالع، أنت دقيت. طمني شو الأوضاع؟ والله ما بدي خبي عنك يا سيدي، الشام قايمة قاعدة والمظاهرات كل ما لا عم تكتر. جميل؟ جميل؟ شلون جميل سيدي؟ يعني أنت مبسوط إنه في مظاهرات؟ سيدي ما جاوبتني مبسوط؟ أجل لي هالموضوع لبعدين. إيه من أجله على رأسي، تفضل سيدي. C'est dangereux ce qui se passe. Je crois pas que on doit être muet, Votre Excellence. Mademoiselle Camélia, votre affection me fait plaisir. Mais rassurez-vous, nous sommes en réunion permanente pour prendre les mesures nécessaires. Je l'espère bien, avant que la situation s'aggrave. Mademoiselle, la situation est maintenue. Le problème sera résolu prochainement. D'accord. Merci, Votre Excellence. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. J'en ai marre. Tout le monde m'interroge sur la situation. Entrez. Merci, monsieur. Quoi de neuf ? Grève de la faim dans toutes les prisons de Damas et des violents affrontements entre les prisonniers et les gardiens. Merde. Merde, il ne reste que ça. Et quelles sont les mesures que vous avez prises, monsieur ? Nous attendons vos ordres, monsieur. Et nous, on attend le retour de haut-commissaire. En attendant, vous pouvez réprimer les troubles par tous les moyens. Vous voulez dire que Son Altesse n'est pas à Damas ? Malheureusement, il n'est pas là. C'est pour cela que nous attendons son retour, pour qu'on puisse trouver une solution concernant la situation ici. Vous pouvez disposer. Merci. صباح الخير. شو الأخبار؟ الحمد لله كله منيح، كله تمام. مين هاد اللي واقف مع مريم؟ هاد كولونيل الأمن الفرنسي. يوه، وشو عرفكن عليه؟ بعدين من وين لوين ليوقف معه؟ هي حكاية طويلة، بعدين بحكي لك ياها. حبيت بشرك، خلال أيام أو ساعات كل مطالبكن رح تتحقق طبعا، وهذا بفضلك. الله يبشرك بالخير مريم، بس بدي اياكم ما تتعبوا ولا تتراجعوا ابدا.
كتر خيرك يا جناب الكولونيل. بتمنى لكم التوفيق. أنا بدي استأذن من جنابك لأنه أكيد الطالبات بيكونوا عم يستنونا بمدرسة التجهيز. تفضلي. يلا يا بنات خفوا رجلكم تأخرنا. سيدي تسمح لي بسؤال؟ طبعا تفضل. يعني عدم المؤاخذة والله أنا ما عاد فهمت على حضرة جنابك شيء. ظاهر كنت عم تسمع كل حديثي أنا ومريم. بدك ما تأخذني سيدي، سمعته كلمة كلمة وحرف حرف. طيب شو الغريب بالموضوع؟ ما في غريب، بس يعني أنا اللي مستغربه إنك عم تحكي مع المستورة مريم لك كأنك ابن البلد. مستغرب إني حب الشام؟ لا 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 سيدي بالعكس، ماني مستغرب وأنا مبسوط كثير إنك بتحب الشام، بس يعني عدم المؤاخذة قلي شو اللي قلبك هالقلبة؟ حكاية طويلة أبو خضر، طويلة كثير. سيدنا يرحم أبوك احكي لي. بعدين بعدين. لك فريدة؟ إيه معلمتي؟ وينك لالا؟ لك المظاهرات معدية الحارات والشوارع كلها والمحلات كلها يا مسكرة. لك تصوروا ما لقيت محل اشتري منه شيء. كل الشام اليوم مقضربة مشان الإفراج عن المعتقلين. يو شو هالحكي معقولة؟ والله مبين انه صالحة ومريم ومال الشام رح تزبط معهم، والله مو قليلين هالبنات. بتكون الصراحة ما كنت متوقعة أبداً أبداً إنه البنات يطلع منهم كل هالشي. يا هيك بيكونوا البنات يا بلا. إيه والله. يا هيك بيكونوا بنات الشام يا بلا. فريدة. إيه معلمتي. روحي اعملي لي فنجان قهوة على الخبرية. إيه من عيوني معلمتي. أمريني معلمتي. راس أرجيلة وبسرعة. إيه على راسي من فوق. شي بيرفع الراس. اي والله بيرفع الراس. الشام فخر العرب متنو بياديهم قالهم جاه العطا. الوي مسيو لو كوميسير مي ريسبي. Vous savez bien, monsieur, que la situation est devenue assez grave à Damas. Oui, monsieur, on a déjà utilisé les forces armées, mais cela n'aboutit à rien. Moi, personnellement, je propose qu'on cède au désir des manifestants. Monsieur, vous voulez que je prenne cela à ma responsabilité ? Monsieur. D'accord, monsieur. Comme vous voulez. Mes respects, monsieur le haut-commissaire. Mes respects. Merde. La cagasse ou la... لك والله لخلي رجليك تتكسر. ضربوا لك ضربوا. عامل حالك رجال ما هيك؟ هلا فرجيني حالك اشوف. لك ما فشلتوا. لك ما فشلتوا يا كلاب. لك خلصوا لها ولا حرفها. ضرب. طويلوا اكثر. لك ما فجرتو. ما فجرتو يا كلام. والله لك خلي رجليك تتكسر والله. لك ما تردي ما بيزل. لك خلاص ولا حرفه. ما بدي اسمع صوتك. انا بفرجيك. عامل حالك زعيم المساجين ما هيك؟ هذا اخرته اللي بيعمل هيك مشاكل. ايه والله يا عمي بعدنا. عمي ابو طالب
بيسلم عليك بيقول لك بلغ كل محبينه على لسانه انه هن بالحبس ما قصروا، وصلوا صوته لمدير السجن واكدوا لي رفضهم النهائي. ولك الله يبارك فيك وبأبو طالب وبكل الأسرى. يا ريت يا ريت تبلغوا على لساني انه الشام كلها تمت بلحظة واحدة وطلعت بقلب واحد وبصوت واحد. خروجك يا أبو طالب من السجن وبمقدمة الأسرى شرف أساسي لا يمكن يتلزع عنه. وصل وصل أمي بعدنات. بارك الله فيك. عن إذنك. الله معك ابني. الله معك. شرفتي وأنستي خالتي أم حسان. تفضلي. يشرف مقدارك حبيبتي. يو شو ماني شايفة البنات وينهم؟ والله يا خالتي مريم وصالحة ومال الشام صار لهم قرابة العشرة أيام ما أجوا زارونا. شو؟ شو هالحكي؟ صلى مال الشام عشرة أيام ما أجت لهون ولي على طولي؟ لكن وين عم تروح البنت؟ عم تطلع مع مريم وصالحة. وين عم تطلع مع مريم وصالحة لك بنتي؟ بالمظاهرات خالتي أم حسان. وشو هاي المظاهرات؟ لك احكي أوام؟ والله ركبي ساحو تحتي شبكي. خالتي المظاهرات كلها مشان يطلعوا الأسرة من السجن. وشو دخل مال الشام بهالسيرة اللي عم تحكي عنها؟ مصايرة الروح بالروح هي ومريم وصالحة. وشو دخل مريم وصالحة بالمظاهرات؟ ما المظاهرات كلياتها مشان أبوهن. ليش أبوهن؟ مين أبوهن؟ أبو طالب. أبو طالب القنواتي اسمه عم بيتردد على كل لسان بهالأيام. ليش أبوهن أسير لك بنتي؟ أنا هيك فهمت. أبو طالب أبو طالب أنا سمعاني بهالاسم. لك إيه خالتي عم قلك اسمه عم بيتردد بكل حارات الشام. ماشي راح أحكي مع الست ماري. الست ماري راحت تاخذ قياس الزبونة وما بقى إلا ترجع. انطريها. ماشي بنطرها لأنه أنا حابة أحكي معها وعاتبها. وأنا راح ساوي لك فنجان قهوة. ماشي. تكحلي ولا تخافي نحن رجال الشام ما نهاب الأعادي. يا 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 با يا عيوني تكحلي ولا تخافي نحن رجال الشام ما نهاب الأعادي والندان الموت نجي عليه والنادي نحن رجال البطولة. يا يا ويلي يابا نحن سباع المنايا. يابا نحن سباع المنايا من الظلام منهاب منا السما ترعدي. يا يا يابا يا ويل ويلي يابا يا ويلي يا يابا يابا يا يابا يابا نحن سباع المنايا ما نهاب الموت والندانا عليه جودي عيوني واسعدي
ظلامنا ما نهابهم السما منا ترعديها نظر عيني. Monsieur le gouverneur, d'après votre communication avec son Altesse le haut commissaire, ce qui s'est déroulé est parfaitement formidable. Je propose, d'après votre permission, que le colonel France subira toute la responsabilité. C'est ça ce que vous voyez, colonel ? Oui, monsieur le gouverneur. Et s'il ne réussit pas, il subira toutes les conséquences suivantes. Ce que vous avez dit, colonel Michel, est parfaitement raisonnable. Allô ? Passe-moi le colonel France. Allô, oui ? Colonel, j'étais en communication avec son Altesse, le haut commissaire. Il a bien étudié votre plan de sécurité. Et il l'a accepté, enfin. Il a bien fait, son Altesse, monsieur. Oui, colonel. Il l'a accepté à condition que la paix et la sécurité règnent à Damas. J'en suis certain, monsieur. Et si votre plan ne réussit pas ? Ne devançons pas les événements, monsieur. Vous prenez cela à votre charge, monsieur ? J'accepte, monsieur. D'accord. Alors, vous devez passer dans mon bureau pour signer vos engagements. Je viendrai, monsieur. À tout de suite. Cette nouvelle contentera Myriam. عمي أبو طالب يا عمي أبو طالب أيوة أيوة البشارة 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 عمي البشارة بشير عمي الفرنساوية وافقوا يعيدوا محاكمتك أنت وباقي الأسرى طلعت محمد عم تحكي عن جد لك إيه عن جد عم بحكي الله أكبر على الحكي حيو. الله حيو فوتوا يا عمي شوفكم أنا عمي السلام الله معك الحمد لله الحمد والشكر لك يا رب العالمين هذا بفضلك وكرمك شو قلبت؟ مثل ما سمعت عمي أبو عدنان الفرنساوية رضخوا لمطالب أهل الشام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لك ما عم بصدق أماني ما عم بصدق أماني لا عمي أبو عدنان صدق صدق وكتر كمان قوم اسمعوا قوم للخبر الشيخ عمر أكيد هلا بدي أعرف قوم اتحرك معي قوم حالي ما بصير روح المحاكمة يا أخي ناصير مو صح لك ليش يا أبو العباس ما كل أهالي الشام نكبيرون لصغيرون رايحين على المحاكمة لك يا أخي هذا الفرنساوي أنا خابزه وعاجنه عيدي تنتين جماعة غدارين ومانو نمان وخايف هالقصة كلياتها تكون ملعوبة بملعوب لحتى يختلوا فينا ها
حكي ابو العباس درار، والفرنساوي ما بيتامل له ابدا. لذلك اخي انا عاطي مهلي، صدقوا وفوا بوعده كان به، ما صدقوا ساعتها لنا حكي ثانيه. راحتكم، السلام يا شباب. سلام يا الله. منور الطريق يا رجال. يلا يا رجال وزعوا. ابو العباس انا برايي رجال يكونوا على الندهه. هو هيك رايح اطمن عليهم. يا اهلين وسهلين، اهلين وسهلين فيكم، بشرتونا. الله يبشركم بالخير بجاه الحبيب محمد. هذا الخبر حقه مصاري يا جماعه. مشان هيك جينا لعندكم انا سيدنا شيخ عمر لحتى نبشركم هالبشاره. لك اهلا وسهلا انس وشرفت شيخنا، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا مختار. بس قبل ما تاخذنا الفرحه يا اخوان، ما بدنا ننسى بالمعيه ابلاغ اهالي الشام ورجال السياسي لحضور المحاكمه. ايه ولا يهمك، هاي شغله بسيطه. ايه نعم شغله بسيطه ولو. هلا نزلوا الفرنساويه لمطالب اهل الشام ولا ما نزلوا؟ نحن شو بدنا بهالسيره؟ شو هالحكي خالتي؟ هذا اللي سمعتيه من اليوم ورايح طلع من البيت ما عاد إلك، عم تفهمي؟ كمان ايه كمان، لأنه إذا بيصير لك شي كاينة لا سمح الله وبيجي عمك ما بيلاقيكي بالبيت ليقيم قيامتي وقيامتك لك خالتي. ايه بس أنا اللي كنت عم بطلع مظاهرات مشانه بيكون رفيقه لعمي الروح بالروح. شو هالحكي؟ لك ايه أبو طالب الله يفك أسره يلي بزماناتنا كنا منروح أنا وياكي وتيتي نزورهم ببيتهم. اسمعي، لا أبو طالب ولا أبو غالب طلع من البيت ما عاد فيه، عم تفهمي؟ حتى كار الخياطة ببقى في تعليم من أساسه، لأنه حضرتك دايرة من قرنة لقرنة بالمظاهرات وأنا وعمك أبو حسان قاعدين على نار. ليش؟ بدون ليش؟ يب باظت أعصابنا بغيابك يا بنتي. يا عمي خالتك أم حسان عم تحكي هالحكي من خوف عليكي. إيه من شو خايفين علي؟ كل أهالي الشام عم يطلعوا بالمظاهرة. نحن مأمنين عليكي بغياب عمك، والأمانة صاحبي. خالتي والله أنا تعلقت روحي بمريم وصالحة، كيف بدك تحرميني منهم؟ هلأ تعودتي ولا ما تعودتي؟ اسمعي كلامي يا بنتي ولا تجائريني، وبكرة لما بيجي عمك بالسلامة احكي له شو بدك وساوي كل شي بعلمه، والله رح يصيبني داء الفالج من فوران قلبي عليكي. كلام خالتك مزبوط، لما يجي عمك بتاخدي إذنه وبتروحي وين ما بدك. أنا بس عم ذكرك إحنا ليش أجينا لهون. أنا بعرف تماماً شو عم بعمل، وكل اللي بتمناه منك تتركيني أعمل اللي بشوفه مناسب. واللي بتشوفه مناسب هو إعادة محاكمة مجرم. كاميليا رجعنا لنفس الموضوع، أبو طالب مو مجرم، أبو طالب ضحية. مو أنا اللي قلت عنه مجرم، انت يلي اقنعتني انه ابو طالب مجرم، وانه لو هو اعترف على اسماء المخربين كنا نحن سيطرنا على دمشق. كاميليا المساله صارت اصعب واكبر من ابو طالب. ابو بعرف، بعرف انه المساله اكبر واعقد من ابو طالب، بعرف انك تغيرت، بعرف شو اللي غيرك ومين. مريم كان لها أثر كتير كبير، مش في انفهم، بفهمك وبفهم الصراع اللي عم بتعيشه، بس من واجبي ذكرك انك على مفترق طرق. لا لا ابدا كاميليا، انا ما تغيرت ومريم ما لها علاقة، انا بس عم شوف الحقيقة، والناس هدول اللي كنا مفكرينهم بهايم وجايين نطورهم ونغيرهم طلعوا أمي إلى جذور وتاريخ عظيم، وهيك أمي كاميليا ما فيك تغيريها من خلال صراعنا بالحروب والقتل والدمار، عم تفهمي؟ تشوفي فخوص تابوكو شونجي، تابوكو شونجي. كاميليا بترجاكي تفهميني. كيف بتطلب مني اني افهمك؟ شو بدي افهم؟ انه اخي الكولونيل الفرنسي يلي جاي لهون
ليعمل واجبه الوطني؟ ما بعرف شو صار لعقله؟ ما بعرف كيف عم بيفكر؟ كاميليا a changé ma vie. Vraiment, il mérite tout le respect. يا صالحة بنتي، يا صالحة. خير خالتي؟ إلك عندي مفاجأة رح تحبيها كتير. شو هي؟ حسيري شو لقيت لك. شو؟ طوقك. توبريني يا خالتي، توبريني. وين لقيتي؟ هون جنب التنور. ما بتتخيلي قديش فرحتيني، هي من ريحة الغالي. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. يلا فوتي ارتاحي. سلم ايديك. يا مصالحة، حلفتك بتراب اختك وش السعد، بتسلمي لي على ابوك وبتقلي له اني ما نسيته ولا رفضت عليه، وانه هو ساكن بقلبي وبروحي، واني مستعدة استناه العمر كله، وطالب بهاليومين جاي على هالدنيا، وان شاء الله بيمسكوا هيك بايديه وبيقدم باذني. شو عم بقول لك امي؟ من عيوني يا عمو، من عيوني. مشان الله يا خالي، مشان الله طولي بالك، مشان اللي ببطنك. امي الله يخليكي ريحي حالك، ما بدنا نروح نحن خايفين عليكي. يلا يا جماعه رح نتاخر. الله معكم امي، روحي. ديري بالك على حالك. الله معكم امي. كريم. الله معكم، مع السلامه. مع السلامه تقبروا قلبي. يا عمو سلموني على الغالي. سلمولي على الأمير، سلمولي على أمي الأجاويد. جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا عباس. ورا الله. خليك قوي مثل ما عرفتك، انت صاحب حق، وطمن انا رح اكون جنبك. الله يقدم اللي فيه الخير.
لك عمار عوينك خير يا ستي، شو بك؟ رح اموت رح اموت، ما بقى فيني. ليكون ليكون اجاك الطلاق؟ ما بعرف، ما بقى فيني رح اموت. امك العين طمي بعمرك، طمي بعمرك، رح ناديها للداعي، طمي بعمرك، ناديها للداعي، ناديها. لا تطولي لا تطولي دغيل، الله لا تطولي. جلوس. فتحت الجلسة. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار. روح يا